حسام وجوانا لسه بنتابع معاكم من مواقع مختلفة داخل المتحف المصري الكبير اللي بينتظر العالم كله افتتاحه، واللي بيعتبر واحد من أكبر المتاحف في العالم. جزء مهم من المتحف هو واجهة المتحف، واللي بيعتبر أول جزء بيشوفه أي زائر حتى من خارج أبواب المتحف. والحقيقة إن واجهة المتحف وراء في قصة وراء إنشائها هنعرف توصلها من خلال ضيفتنا الأستاذة منة الله طاهر، منسق العلاقات الدولية بالمتحف المصري الكبير. صباح الخير، برحب بيكي. لو تعرفينا في البداية إيه قصة إنشاء الواجهة وتفاصيلها؟ أهلا بحضرتك. في المتحف المصري الكبير طبعا الواجهة الرئيسية للمتحف المصري الكبير شكل مختلف، تصميم فريد مبدع، كمان هنقدر نشوف فيها ان هي مستخدم فيها العنصر الهرمي او الشكل المثلث، وهو طبعا ليه رمزية كبيرة جدا في الحضارة المصرية القديمة. ده دلالة ان احنا في المتحف المصري الكبير بنتعامل ان احنا بنحاكي الحضارة المصرية القديمة وبنعيد تراثها ومفرداتها المميزة. طبعا هنقدر نشوف على طول الواجهة يكون فيه 7 أهرامات مميزة جدا، هتلاقيها بشكل بارز. طبعا دي بيبقى فيها مع الإضاءة الطبيعية أو مع الإضاءة المستخدمة في الواجهة نفسها بيكون بشكل حركة ديناميكية مستمرة، هتبقى بارزة جدا للزائر إن كان داخل المتحف أو للمار برا المتحف. كمان هيبقى فيه جزء من الواجهة ده جزء هرم زجاجي، واجهة زجاجية برضو ده بشكل مختلف، زجاجي شفاف بيحاكي دور مصر الرائد أو الريادة المصرية دايما اللي بيستخدم في العلوم والفنون اللي بتصدرها للعالم جميعا. فبالتالي طبعا المواجهة ليها تفاصيل كتير جدا، ليها جزء ثقافي وليها جزء هندسي متميز. كمان الواجهة تم استخدام المواد اللي فيها مواد مصرية أصيلة مستخدمة، كمان الرخام المستخدم فيها من محاجر سيناء، دي المحاجر اللي تم استخدام نحت التماثيل والأجزاء المعابد في مصر القديم. فبالتالي كل دي محاكاة لحضارتنا وتراثنا العظيم اللي يمتد لآلاف آلاف السنين. فبالتالي هو رمز أثري هندسي برضو، ده بيعمل علاقة بين الزائر وبين المكان إن احنا بنعيد ونحيي جواه أهمية التراث والحضارة المصرية. يعني بذكر الريادة المصرية في واجهة المتحف، يعني احنا عارفين إن الدور المصري كان كبير جدا، هو الدور الرئيسي والأساسي في إنشاء الواجهة، فلو تكلمينا عن الجزء ده قد إيه استخدام الخامات المصرية فرق في تكلفة إنشاء الواجهة وكمان الدور المصري في بناء الواجهة وتصميمها. تمام. الواجهة طبعا تم استخدام الرخام المصري زي ما قلت لحضرتك من محاجر سيناء، طبعا ده يعني طبعا في الدراسة ان احنا كان في يعني الواجهة نفسها كان فيها شكل مختلف، ان احنا كان عبارة عن لوحة يعني معدنية مغطاة او مكسوبة بالرخام الشفاف، فبالتالي طبعا ده هيبقى يكلف لانه بيستخرج من محجر من دولة في مقدونيا، فبالتالي هو هيبقى مكلف جدا، هو يوقعنا او يعني هيفرض علينا قيود الاحتكار. فبالتالي تم تبديلها بمواد وخامات مصريه اصيله، هتوفر في طبعا ماديا لكن لا تقلل من الجوده والكفاءه، بالعكس طبعا تم انشاء الواجهه دي واستخدام المواد فيها بتكلفه 20 مليون دولار، وكانت القيمة المقدرة ليها أصلا قبل يعني ساعة الإنشاء إن هي تكون 200 مليون دولار، فبالتالي تم تنفيذها 10% فقط من القيمة المقدرة، فالحمد لله بشكل لائق جدا للحضارة المصرية. بشكرك جدا على كل التفاصيل دي. يعني جمانة وحسام، في ختام لقائنا مع ضيفتنا منة الله طاهر منسق العلاقات الدولية قدرنا نعرف تفاصيل أكتر عن واجهة المتحف، وهي جزء مهم من المتحف المصري الكبير المنتظر افتتاحه، واللي هيستقبل تقريبا 5 مليون زائر يومي في العام، كل عام 5 مليون زائر لمشاهدة أكتر من 100 ألف قطعة أثرية بتربط بين عظمة الماضي وعبقرية الحاضر. برجع لكم مرة تانية داخل بهو المتحف المصري الكبير.